حييناهم في السابق لأنهم كانوا يستحقون، لكن مرينا مرحلة سابقة للأسف انتهكت فيها كل شيء. وأبطال الفساد أبناء الأسرة، اليوروفايتر أبناء الأسرة، صندوق الجيش أبناء الأسرة، ضيافة الداخلية أبناء الأسرة، النائب البنغالي أبناء الأسرة. لا تقدموا لنا إلا خياركم، تطلبون من الشعب الكويتي يقدم خياره، قدموا خياركم، قدموا عيالكم. ترى قسما بالله ما في احترام لأي واحد يسيء للشعب الكويتي وينتهك حريات الشعب الكويتي. ترى اللي بيننا وبينهم محبة وتقدير وولاء وانتماء، لكن الرجال الحر ما يقبل تنداس كرامته ولا يقبل يهان. والشعب الكويتي شعب حر، صدام عجز عنه. حنا اليوم ترى مشكلتنا في السابق، حنا ما نختلف معنا منو يحكمنا، اللي حكمنا معروف وفق المادة الرابعة من الدستور، الحكم في ذرية مبارك، هذا كلنا قابلين متفقين عليه ونورث العيالنا بعد. لكن حنا خلافنا كيف يحكمنا، يحكمنا بالاحترام والتقدير ولا نعترض عليه؟ هذا حقنا، حق من حقوقنا كمواطنين ان نعترض وفق الدستور. حرية الرأي مكفولة. يطلعون لما سحب الجناسي رئيس المجلس الأمة السابق يقول في بريطانيا وإسلندا والدنمارك والنرويج يسحبون الجناسي. نعم صحيح يسحبون الجناسي، لكن الحقيقة اللي أخفاها عن الناس أن هناك الشعوب لها حق تلجأ للقضاء وترفع قضايا وتسترد حقوقها. هذا اللي نطالب فيه اليوم، أن نسترد حقوقنا من خلال القضاء اللي حنا نثق فيه وأنتم تثقون فيه. هذه مزاجية غير مقبولة. ترى اللي تعرضوا له ممكن أنتوا بكرة تعرضوا له. المواطنة والحرية خط أحمر. أنا كويتي ابن هذا البلد، شاء من شاء وأبى من أبى. خالد صريع الهاجري.